احنا اليوم مستشفى الحسين التعليمي، مستشفى الناصرية، هاي الاستشارية وهذا شعبة الطوارئ. طبعا مسوي النافورة، اشكر مدير مستشفى على هالنافورة. هاي المريض بس يزور النافورة هاي ويشتم هذا الماي بيها اختبار علاج، شلون ماي بير زمزم. اي اخوان، اي واحد مريض من اهل الناصرية من المحافظات يجي يزور مستشفى الامام الحسين التعليمي وياخذ ماي من هايها، بس يغسل وجهه ان شاء الله يشفى من هاي النافورة. شوفوا النافورة هاي كلفت الدولة يمكن 6 مليارات. طبعا بوابة حلوة، شوف المستشفى هذا، شوف هاي الاشجار. اي بس شوية بلوك وبوري حفر. اي شوفوا هذا البرميل، طبعا من اليابان، هذا البرميل جايبينه من اليابان. هذا البوري ترى عاصلي، لا تشوفونه هيك، هو والحجر هذا. وسلامتكم ان شاء الله، الله يشافي مرضاكم اهل الناصرية المساكين.